من ضمن الاسئله بقى الاستاذ يوسف عبدين المذيع الشاطر المتالق على شاشه القناه الاولى، لما بيخش المطبخ ولاده بيحبوا ياكلوا من ايده؟ ده سؤال صعب. ليه ده؟ هم على طول هم عارفين. انا لما بابا دخل المطبخ هيعمل لنا حاجه حلوه. انا بدخل المطبخ كتير حلو، يعني ساعات مضطر وساعات ببقى مختار ده. يعني مثلا تقول مثلا المدام مسافره مثلا للشغل او حاجه، حلو، فانا ببقى مضطر ان انا بقى اللي اعمل اكل للولاد، لان انا ما بحبش الاكل من بره كتير يعني. حلو، واحنا متفقين فيها. تمام، بدخل المطبخ بقى، اول لما تكون حتى هي موجوده في اكلات معينه بحب انا اعملها. زي انا بحب اعمل كباب الحله كويس. حلو. بحب اعمل الحاجات اللي هي بقى الكبده الاسكندراني، الجمبري الاسكندراني، السجق الاسكندراني، اي حاجه اسكندراني. طب الكبده الاسكندراني بتتعمل ازاي؟ بص يا سيدي، هو في طريقتين اصلا بعملهم للكبده، في الطريقه الكفراويه بتاعتنا بتاعت كفر الشيخ، انت اكيد مش عارف بلديات بقى. حلو قوي. بيكون فيه الكبده بتتقطع شرايح، مش عصافير زي اسكندريه، لا بتتقطع شرايح صغيره. بتشتغل واحنا بنتكلم. طبعا يا ريت. البطاطس انا بتاعها مكعبات. انت عايزها مكعبات؟ مصطلح الطهو الكريهات يعني مكعبات. مش شرايح كده، مش لا انا عايز اعملها كده. لا عايز تعملها زي الطور اللي كده. طيب تمام، بتاعها مكعبات. تمام، مسكت السكينه دكتور، بس انا استاذنك معلش. أيوة. لما نمسك السكينه ده بتعلم من اخوك، تعرف انت حبيبي وصاحبي. المسك بنحط صباعنا كده، نحط صباعنا فوق خالص. ده يحط مع الوقت هيحصل لك مشكله صحيه. والله امسك السكينه والله كده كده. ايوه حبيبي. تمام، حكي فيها يعني، خليها تبقى انت مسيطر عليها. هو ده مسك السكينه جراح. تمام، هو ده. تمام، تسلم ايدك، نكمل مع بعض. السكينه بتبقى اكبر من كده شويه. فلما بدخل المطبخ يعني انا عندي حمزه ابني. مقادير صينية البطاطس على الشاشة. بصلة ناعمة، تومة ناعمة، لحم كندوز صغير متقطع مكعبات، وبطاطس بيقطعها لنا الأستاذ المذيع يوسف عبد. انت شفت انت 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 عملت لي مفاجأة حلوة مع إيمان. لأن إيمان عندي في مشكلة كبيرة بينه وبينها في موضوع المطبخ ده. ازاي؟ انا 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 بدخل المطبخ بعمل كوارث يعني. بعمل اكل كويس ممكن، لكن باجي بعد كده وبسيب المطبخ ورايا يضرب يقلب زي بيقولوا. يعني طبيعي اي راجل بيخش المطبخ بيبقى بيعرف بستعمل حاجات كتير. هو بمناسبه ان احنا صيادله انا وايمان، حلو، الشغلانه دي فادتنا في حاجات كتير على فكره يعني. كون ان انا مثلا صيدلي وبدخل المطبخ يعني بقى فيه كويس نوعا ما، مش كويس قوي طبعا زي الستات. المطبخ ما بيفرقش كتير عن المعمل. حلو، احنا شغلنا كله كان معامل. المقادير شيء مهم جدا في الاكل، يعني تلتزم بالمقادير. المقادير، التفاصيل الصغيره، تحط ايه قبل ايه. حلو. والنار عاليه، نار توطي النار شويه، كل ده احنا في المطبخ. في المطبخ وفي المعمل كان نفس القصه كده. حلو، فهي الدقه اخذناها من شغلانه الصيدله اللي احنا اشتغلناها من زمان. لكن السكينة طيب عشان تقوم عايزينها لك. طيب طيب انت هتقطع لي طبق سلطة حلوة. انت عايز تشوف احنا هنعمل سلطة دلوقتي. هنعمل صح على ذوقك. بص الرجالة دايما شطار في عمل. بص انا السلطة وانا بره مصر عجبتني قوي السلطة السوري. حلو. هم بيعملوا السلطة زي السلطة بتاعتنا عادي جدا، ما بتفرقش كتير، لكن بيزودوا عليها بعض الحاجات. زي دبس الرمان. دبس الرمان ده اساسي. الرجلة. الرجله دي طبعا عندنا معروفه في كفر الشيخ. المشروم طبعا الرجله ده كانت بتطلع في الارض كده، اللي هي البقله يعني بيسموها في السوريين. المشروم. زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا اساسي. حلو، اساسي. زيتون اخضر شرايح. حلو. التوم. انا حبيت التوم على السلطه الخضراء. من التوم الني بالذات. التوم الني طبعا. حلو. مش المبشور كمان. حلو، يعني هي فص توم او على حسب الكميه اللي انا بعملها. السلطه في مكان تاني. خاصة مع الفتوش. بالظبط، الله ينور عليك. والسلطة حتى الخضراء كمان يعني. وطبعا الليمون ونسبة خل بسيطة كده. حلو. مع كل الحاجات التانية، البصل بقى والخضار والجرجير والشبت والبقدونس والحاجات دي كلها بتاعت السلطة العادية بتاعتنا. أستاذ يوسف عبدين، خليني أقول لك دكتور يوسف في السؤال ده. اتفضل. الاكل الصحي، الدكاتره الصيدليه دايما بيجي لهم المريض يعني او اي حد بيشتري من الصيدليه ويقول لك انا عايز فيتامين. اها.
فيتامين د، فيتامين ب المركب، فيتامين اي، كل حاجه، الكالسيوم، الحديد، الحاجات دي كلها. هل الفيتامينات دي تغنينا عن ان احنا لا 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 ما ناكلش بقى السبانخ والحديد والجو اللي احنا اطلاقا اطلاقا اطلاقا؟ طب تنصح بايه الساده المشاهدين؟ عايزين معلومه طبيه كده من حضرتك. اقول لحضرتك على حاجه، هو الاكل هو شيء اساسي في الـ في الـ في عمليه الفيتامينات والتغذيه. حلو. الناس اللي مش قادره تاكل، عندها مشاكل في الاكل او عندها مشكله في المعده مثلا، بنضطر نلجا ان احنا نديها فيتامينات. سواء بقى حقن، بس ليها اضرارها برضو يا دكتور يوسف. كتير استعمالها كتير وبدون نظام طبعا ليه ضرر على الكلى والكبد. حلو. ربنا يا رب يسترها مع الجميع. امين يا رب. لكن انا 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 بحب في اكلي لما بدخل المطبخ ان يكون متنوع، في حاجات كتير. حلو. في الكالسيوم عشان الاولاد، وفي الحديد عشاننا كلنا. حلو. وفي كل الالوان بقى، يعني كل حاجه ملونه فيها الفيتامين اي والبي وال وكل ده موجود في الاكل. فانا لو موجود في الاكل انا ليه اخده من بره؟ يعني دايما نكون حريصين ان السفره بتاعتنا يكون عليها متنوعه، كل حاجه، كل حاجه، الحديد زي البطاطس نشويات بالظبط، مركبه بالزبط، والرز، الشوفان، الحاجات دي كلها بالظبط. وده هيرجعني للسؤال انت سالتوني في الاول، انت طيب، بقيت دلوقتي تاكل ايه؟ حلو. انا بقول لك ان هو كل سن وليه اكله، كل حل، سن وليه طبيعته الخاصه، كل حاجه. لازم الواحد بعد سن معين يبدا يشرب ميه كتير، يبدا ياكل الحاجات اللي هي كل ما هو ملون. خضار، فاكهه، ده اساسي. جزر بالذات. الجزر ده انا بعشقه اصلا لحاجات كتير. ما بحبش الاكل الدسم خالص، ما عدتش بحب الاكل الدسم نهائي يعني. حلو. يعني ممكن مثلا لو نفسي جات على حاجه مثلا دسمه ولا حاجه كده، اللي هو اخد معلقه وخلاص، واكتر من كده بس اللي هو يعني. برضو بتاكل رز معمر برضو يا خالد؟ ده اساسي، لان انا عندي انا اساسي. انا انت هتاخدني للمنطقه بتاعت ايمان تاني. حلو. انا بحب الرز المعمر جدا يعني، والدتي ربنا يديها الصحه يا رب بتعمله كويس حلو قوي، وحماتي كمان احب اكله من ايديها قوي. يعني بتحب اكل حماتك واكل ماما؟ اكيد. طب يعني قلبك قلبي مع امي على طول. مع أمي. قبل ما تكمل السؤال حبيبي والله، قلبي مع امي على طول. وايمان مش هتزعل؟ لا، ايمان عمرها ما تزعل. عمرها ما زعلت من حاجه زي كده. ايمان بتحترم جدا علاقتي. على الاقل بتحترم جدا. بس هو برضه ده ما يمنعش ان ايمان بتعمل حاجات برضه احسن من اللي ممكن تكون ماما بتعمل. لا في بعض الحاجات. ايمان يعني ماما أصلي يعني ممكن. بص اقول لك على حاجه، ماما الدكتوره انت كده عايز تروح تفطر في البيت يعني. ايوه، شهد لمامته في الاكل لا. ورجع لمدام ايمان قالك بتعمل اكل احسن بتاع ماما. اصل هي اكيد الاكل اللي هو ملوش اسم، ملوش الجديد. ايمان الجديد. ايمان برضو ايمان شبابي لسه برضو، لكن مكرونه بالوايت صوص ماشي، الحاجات دي كلها. لكن هو مثلا انا بالنسبه لامي، لا امي طبعا الاكل القديم على قديمه بقى. امي ثم الصواني، المحاشي. انت تحب تاكل من ايد الماما ايه بقى احلى اكله؟ احلى حاجه يعني ما بتاكلهاش من ايد المدام. احلى حاجه حاجتين. كفتة الرز طبعا. من طبعا دي، بص بقى دي حكايه ما تفكرنيش، وكمان المسقعه. امي بتعمل مسقعه رهيبه بصراحه ما شاء الله عليها. والمحاشي كل حاجه، اي حاجه امي بتعملها حلوه. حلو. طبعا لكن الميه من ايديها شربات يا دكتور يوسف. وفي بركه في الاكل، في بركه حلوة. وفي نفس حلو، لو مش جعان هتجوع وتاكل. بمناسبه النفس، شم الريحه الحلوه دي كده جدا، وانا اصلا جعان. طب انت عملت بقى دلوقتي شفت الطشه دي؟ انا عملت كده طشه اسمها طشه اليخني. اليخني اليخني اللي هي تومه، كزبره خضراء، كزبره ناشفه، معلقه سمنه بلدي، معلقه فلفله حلوه. فلفله حلوه اللي هي الهريسه. الفلفل بص هتنزل الهريسه بتاعت هتنزل هنا كده. بص شفت بقى العيش كده؟ ده العيش. يا ريت طلعني فاصل انت بقى. طيب زي ما احنا شفنا مع الشيف مغازي دلوقتي اكله امي، بتعمل تورلي بالبطاطس باللحمه، عليها اليخن اللي هو عمله دلوقتي. ويخنه البطاطس باللحمه، شهاده من مذيع شاطر متالق، كمان دكتور صيدلي شاطر معايا طبعا، الاستاذ يوسف عبدين. منورني. منورك يا شيف، ربنا يخليك يا رب. نورك، تسلم. احنا انت خلصت كده البطاطس خلاص؟ تحفه بصراحه، وتجوع وشكلها وريحتها كمان، ريحتها جامده قوي. رز بالشعريه. بالظبط، رز بالشعريه بتبقى حلوه قوي. خلص الكلام. تكون الشعريه كده سايحه كده في الرز، ما تبقاش ناشفه يعني. حلو. ما بحبش الشعريه الناشفه. سمعت انك انت قايم بدور بطولي بعد الفطار.
في الدوره الرمضانيه اللي الدوره الرمضانيه اللي عملها الشركه المتحده. انا كنت في الفريق. انا طبيب الفريق. في حد بيتصاب؟ طبعا. في اصابات بتحصل كتير، شد عضل بقى، الاصابات اللي هي بتبقى ناتجه عن وانا مضيع وقتي وبتاع والجو ده. لا 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 خالص، لا بالعكس، احنا الماتش اللي فات وان شاء الله النهارده باذن الله ربنا يكتب لنا الفوز ان شاء الله. في ماتش النهارده ان شاء الله الساعه 9:30 ان شاء الله. طب والنتيجه لغايه دلوقتي ايه؟ احنا اول ماتش كان 5-1 الحمد لله، فوزنا 5-1 في المباراه الافتتاحيه يعني. كانت مباراة مهمة جدا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وإعجاب الأستاذ يوسف عبدين جدا المذيع الشاطر المتألق على شاشة القناة الأولى. والمعلومة العلمية، ما نحطش الملح على السلطة إلا ما خلاص ما طلعت أي كلام بقى المعلومة. طيب قعدت بقى 40 سنة باكل سلطة غلط. الحبهان وورق اللورا وفص المستكة بس، مش أكتر من كده. حلو. ما بحبش بقى انا الحاجات اللي هي اللي بيبقى فيه افتكاسات كتير كده بتضيع طعم الحاجه. بص، الاكله بتاخد حقها في كل حاجه. انا بحب اشم ريحه اللحمه وانا بزعل لما في حاجات دي يبوظ عنوان الاكله. انا هغرفها بالمغرفه كده صح حبيبي؟ زي ما انت حابب، ده مطبخك يا فندم. انت كنت سالتني سؤال مهم جدا بالنسبه لاولادي، بيحبوا اكلي ولا لا؟ حلو. هو انا ساعات بعمل مصايب في المطبخ وبيطلع الاكل وحش وبيبوظ مني. فما بقاش عارف اعمل ايه، فخلاص فيجي حمزه ابني يقول لي اكل حلو قوي قوي يا بابا، تحفه يا بابا. وانا مش عارف اسم الاكله. لا هو الاكله طلعت، انا عارف اسمها بس طلعت حال مش هي دي اللي انا عاملها. والاكل يا عيني بياكلوها غصب عنهم يا عيني عشان ما يحرجونيش. ما هو بابا تعبان واقف في المطبخ من ساعتها، حمزه يكذب عليا يقول لي بابا حلو قوي 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 بابا، اقول له انت كذاب قوي قوي يا حمزه. حمزه عنده كام سنه؟ حمزه انا مش قادر اكلها. حمزه 13 سنه دلوقتي. ربنا يخليه لك يا رب. ده صغير. بس انا كلها طبعا صح. حابب ولادك طبعا يخشوا انا بوقفهم معايا في المطبخ. لا لا مش حابب. انا عندي الاثنين الكبار في الجامعه في كمبيوتر ساينس. التوأم الكبار عمر وخالد، انا ما كانوا علم علوم، قلت لهم انا ماليش دعوه باختياراتكم. هو اختار اختاروا وانا معاكم في اللي انتوا فيه وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. وده كويس على فكره. لا صيدله بقى ولا اعلام اللي انتوا حابينه فيه، لان باباكوا دخل صيدله وفي الاخر شفت الكارير بتاعه. يعني الحمد لله مشي في الكارير بتاعه. عشان انا حبيتها بس يعني. مش اكتر. كتير كده. انا عايز بقى دي بتتقدم ازاي كده؟ زي ما هي كده. دي بيتعمل معاها رز بشعريه او رز ابيض عادي. رز بشعريه او رز ابيض زي تمام كده، باين الدنيا باينه اهي. ممكن نحط حاجه بتحطش عليها حط شويه بقدونس. بقدونس او حط شبت. حط كزبره خضراء ماشي. ده الشبت لا. الشبت ده حرامي بيسرق الطعم. فعلا. احط هنا كده عادي؟ بس شويه صغيرين عشان معالم البطاطس شكلها بقى حلو. ما تضيعش مننا. شكلها بقى حلو قوي. في سمبوسه انا كنت سامع بالجبنه صح؟ حالا هتيجي دلوقتي.